فضيلة الشيخ وفقكم الله، ربط الشعر في الصلاة وكفه بالنسبة للرجل ما حكمه؟ مكروه، مكروه، هذا من العبث في الصلاة. وكون الشعر يسجد معه على الأرض هذا أفضل من كونه يكفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أكف ثوبا ولا شعرا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.